السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في ديرنيير مينيت. كانتي اللي غيكون مع الوحده تقريبا كما يعرف الجميع كاين 14 عود اللي غادا تكون، غيكون في الخيول اللي غران فافوري او لو غران فافوري ديال لا كورس هو رقم جوج فرانسوا لاغوديك، وغيكون المنافس ديالو هو الكاتورز جون بيير غوفان على ود اخر كورسا ديسكاليفي بور لا فيكتوار، كان غادي يربح وديسكاليفي. تروازيام فافوري غيكون عند ناف فالكو دو دوي ورقم 3، دونك هادو نوعا ما دو شوفو غيكونوا جو بونس، انا اتوقع دو ناف او لا 14 تروا لكم اختيار. نيكولا انش الملقب بالحنش ماشي الانش، كاين لويتو كاين الكات، انا غادي نعطيكم داك الكات. ايوا الاوتسايدر كما كتشوفوا، ممكن داك السيس فور ريفر داريان لابد تزيدو مور اكس ديال شوفان ممكن تضيفوه. على كل حال اخواني الكرام، لا قاعدة ديالي اللي بغي يعتمد عليها 100% هي 4-2-9 هي اللي ممكن الاعتماد عليها، ولكن دو شوفو راه يقدروا يكونوا عندي هنايا يقدروا يخصني شي عود. المهم انا القاعده اللي بغيت انا نركز عليها هي دو كات ناف، اللي بغى يقلب على شي ضربه النم يحط الكات في الراس ودير تو دوزيام ناف تروازيام. بالنسبه للالي الثانيه اللي فيها كتبه ليا ضعيفه نوعا ما 14 3 8، دابا كان خوتي دمتم في رعاية الله وحده ومع السلامة.